رجعنا لحضراتكم والصحافة العربية وأهم الموضوعات اللي اهتمت بيها. موقع إمارات 24 تحديدا يتحدث أيضا عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن، وإن كان يبرز التفصيلة الخاصة بأن الملف الليبي سيكون مطروحا بقوة على محادثات السيسي ترامب، وفقا لما يقول موقع إمارات 24 أنه مصدر دبلوماسي مسؤول أكد أنه الملف الليبي سيكون مطروح بقوة على طاولة المحادثات المرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي دونالد ترامب في اللقاء اللي سيتم عقده، لقاء القمه غدا الاثنين. وبيتحدثوا ان ضمن القضايا المطروحه للمناقشه هيكون هذا الموضوع بشكل خاص ومهم، وبيقولوا ان مصر ترغب في التعاون مع الجانب الامريكي في مواجهه الارهاب المنتشر بشكل واسع في ليبيا، بما يحفظ امن المنطقه والدول الاوروبيه ويحقق ايضا مصالح الولايات المتحده الامريكيه من خلال تعزيز استمرار استقرار تلك الدول تحديدا. وبناء عليه الموقع بيقول ان مصر ستطلب المساعده في مواجهه هذه الظاهره الخطيره، والمسؤول من الجانب المصري لم يسميه موقع امارات 24 يتحدث انه مصر ستنتظر نتائج طرح هذه القضيه الليبيه خلال هذه المحادثات اللي من الممكن البناء عليها في التحركات المصريه خلال الفتره المقبله، بما يسهم في حل هذه الازمه سياسيا وايضا مكافحه الارهاب في الوقت نفسه داخل ليبيا. عقاد السعودية تتحدث عن السيسي وترامب يطويان حقبة أوباما المتوترة. عقاد أسمت حقبة أوباما بالمتوترة في علاقتها مع مصر، وبتقول أنه بعد 4 سنوات من أيضا التوتر مع الولايات المتحدة في عهد أوباما يلتقي الرئيس المصري في البيت الأبيض نظيره الأمريكي دونالد ترامب. بيقولوا ده في الوقت الذي لم يخفي ترامب إعجابه بالرئيس السيسي من قبل، واتكلموا عن أنه حديث ترامب بحماسة شديدة عن ما أسماه بنوع من أنواع الانسجام مع الرئيس المصري، بعد وصفه للرئيس في حديثه لقناة فوكس نيوز بأنه رجل رائع أمسك بزمام السلطة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية. الرئيس السيسي كان التقى بعدد كبير من الوفود من مراكز الأبحاث الأمريكية ومجموعات أخرى، وأيضا سيتضمن في زيارته في واشنطن لقاءات مع عدد كبير من مراكز البحوث الأساسية داخل واشنطن. قبل ما ننتقل للشرق الأوسط والحديث عن ليبيا أيضا، ولكن الأخبار اللي احنا بنقولها لحضراتكم فيما يخص زيارة الرئيس السيسي لواشنطن دي أخبار رئيسية أساسية تقريبا في الصفحات الأولى، وإن ما كانش في الصفحة الأولى المانشيتات من سواء هذه الصحف العالمية أو بعض وكالات الأنباء أو الصحف العربية، عشان بس ردا على البعض الذي يتحدث إنه لماذا تعطون هذه الزيارة هذه الأهمية وإن احنا بس اللي في مصر بنعطيها الأهمية. الحقيقة إنه لا، احنا مش بس احنا اللي بندي الأهمية، احنا بننقل لحضراتكم تحديدا في المانشيت اهتمام الصحافة العالمية. لو الصحافة العالمية لم تهتم هنقول لحضراتكم انها لم تهتم ونحاول نحلل ليه لم تهتم، لكن هي مهتمة، مهتمة بشدة، وان كانت مهتمة من وجهات نظر مختلفة وفي ملفات متعددة، ولكن ننقل لحضراتكم اهتمام هذه الصحف وهذه الوكالات سواء عربية او عالمية بهذا الاهتمام الواضح، وان كان لا ننكر انه بعض الناس وزي ما احنا متوقعين واشنطن بوست نيويورك تايمز وغيرهم سي ان ان واخدين الاتجاه اللي هم مش عاجبهم، بيتكلموا عن ما يروه سيء في مصر ولا يتحدثوا عن الجانب الاخر، وده برضو بنبينه لحضراتكم. الشرق الاوسط تتحدث عن عنوان اخر، برنامج دولي لاخراج الاف المهاجرين العالقين في ليبيا. ينتظر إعادة 10,000 تقريبا من المهاجرين اللي تقطعت بهم السبل في ليبيا، ينتظروا العودة جوا لبلدانهم هذا العام، وده بموجب برنامج دولي بتشرف عليه منظمة الهجرة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تحدثت أنه برنامج المنظمة بيهدف لإيجاد طريق للخروج، خروج العالقين موجودين دلوقتي في ليبيا وليس لديهم مال أو عمل أو أي سبيل للمضي قدما، وأن البرنامج ده برنامج تطوعي، وبالتالي بتتم مقابلة كل مهاجر على حدة. السيدة البلبيسي رئيسة هذا البرنامج اتكلمت على أنه البرنامج يتيح نافذة أو خيار أمام هؤلاء البشر كي إما يعودوا إلى ديارهم وبدء حياة جديدة، وأنه ده مساهمة من جانب هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل المهاجرين بالأساس. وبتقول إحنا لا نؤمن بإغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة.
الحياة اللندنية تتحدث عن قتل وزير حرب داعش، من أسمته وزير حرب داعش، وقياديين في غارة على القائم. الاستخبارات العسكرية أعلنت أمس عن مقتل إياد الجميلي الملقب بأبو يحيى، وقالت أنه الرجل الثاني في تنظيم داعش بعد أبو بكر البغدادي، وأنه يسمى بوزير حرب هذا التنظيم. الكلام ده تم نقله من التلفزيون العراقي الرسمي في بيان للاستخبارات العراقية، اللي قالت أنه الجميلي قتل ومعه عدد آخر من قادة التنظيم في غارة نفذها سلاح الجو العراقي في منطقة القائم تحديدا، وهي قريبة من الحدود مع سوريا. أخيرا الكاريكاتير، سريعا جدا، كاريكاتير من الاتحاد عن الصراع العربي الإسرائيلي والوضع في فلسطين وإسرائيل، وطبعا باينة جدا رجل العسكرية الإسرائيلية بتدوس على رجل بلا اي يعني حافي، ما عندوش اي شيء يحميه، وباينه فيها الغطره، وكمان الاسرائيليين هم اللي بيقولوا اي. الشرق الاوسط، ده في الاتحاد، الشرق الاوسط، وايضا افكار امريكيه لاطلاق عمليه السلام، واسرائيل كل ما امريكا يعني تقرر انها تطلع اي فكره جديده الاسرائيليين بيشطبوا عليها بشكل او باخر. وصلنا لختام هذه الحلقة في منشات، أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير الساعة 9:30 وحلقة جديدة، ولكن هذه المرة مع الصحافة المصرية الصادرة غدا. دمتم في أمان الله.